التبرع بالدم، خلي بالك، لا لا مفيش حاجة اسمها تبرع بالدم ده. التبرع بالدم ده يشترط أن يكون إنسان عنده دم، يعني ما ينفعش تاخد دم من واحدة ست، يبقى أنت متخلف. ليه؟ لأن الست في الدورة هي بتنزف لوحدها، فأنت والدورة عليها أنت أكيد ما عندكش مخ، يعني هي أنيميا لوحدها، يبقى أنا هاخد دم منين؟ من الراجل، وشرط الراجل ده يبقى عنده دم، يعني بعمله تحليل الاقيه 15 16 واد مالوش حل، وباخد منه 200 مللي بس، وكل 3 4 شهور مره. لكن هو عنده بولي سيسيمي وعنده انتاج زياده، اه كل 3 4 شهور مره. لكن انا لو خدت مني شويه دم اموت، تديني بدالهم شويه عصير؟ واحد يقول لك انا باخد بنجر. بنجر يا روح امك، بنجر ايه؟ انا مش عارف ايه ايه، مين اللي حط في دماغك ان البنجر بيعالج الانيميا؟ واحد يقول انا بشرب بنجر، البنجر احمر والدم احمر وكله احمر، فاهم ايه اهبل ده؟ ده ملوش دعوه بده خالص، ده هيموجلوبين وده بتاع سيانين، سيانين ماده سامه. لو انت عايز حته بنجر صغيره كده مع عصير جزر مع عصير موز ماشي، انما تقول عصير بنجر احمر وهيرجع لي الدم احمر، ايه الاحمر في الاحمر ده خالص؟ لانها في فتره البريود مش مطلوب منها تتبرع بدم ولا تصلي ولا تصوم ولا ولا ولا، صح؟ وبعد ما بتتقطع الدوره بتتفرغ بقى الالم العظم والم الجلد ووقع الشعر، بتاخد بقى على قفاها بقيت عمرها، هتديك انت تيجي فوقيها كمان. وبعدين كفايه حملت ولدت وحملت ولدت، كفايه ولا ايه؟ كل عيل خد منها راق، خده من سنانها ومن شعرها ومن عينيها، واحنا عندنا ناس ما بترحمش. مفروض ان ما بين كل عيل وعيل 30 شهر. قال تعالى وحملوه وفصاله كام؟ 30 شهرا. عندنا وحملوه وفصاله 30 يوما. يا عم انت مش في فصل؟ طيب يبقى احنا بنتكلم على الانيميا المرض الاكثر انتشارا، وانه الالتهابات المستمره بتكسر الخلايا، يبقى لازم اشوف الالتهابات اللي عندي فين. المواد الحافظه بتكسر الخلايا، شيبسي وكولا وشوكولاته وعصاير واندومي، الاندومي النكد الحزن، ها كل ده بيكسر الجسم. وبعدين الاخطر من ده اللي هو الكسل والخمول، لازم العيال تجري وتلعب باي طريقه، خلاص. طبعا في بعض الشباب الجميل في بعض المحافظات بدا يحط الحلقات بتاعتنا على شاشات عملاقه، لان في ناس كتير ما بتقدرش يعني تخش على المحمول، ما معاش فلوس شحن، يعني في ناس فقراء كتير، فبداوا يتبرعوا ويعملوا شاشات كبيره قوي عملاقه في البرولس، في اسوان، في اسيوط، في والله العظيم حتى في النجوع. والحقيقه ان هم بيجون العياده حاجه تفرح، فبيفرجوا الناس كلها على التبسيط الطب، يعني ايه انيميا؟ يعني ايه هشاشه عظام؟ يعني ايه امراض كبد؟ ها؟ يعني ايه ثلاسيميا؟ يعني لا، الطب الغالي جدا ده يعني لازم ابسطه لك عشان نقدر نعمل مناعه عند الناس. طبعا نفس الكلام بالنسبه لي الناس اللي بتبلغ عنا العلم ده. طبعا احنا النهارده اتكلمنا على الانيميا، والانيميا دي موضوع مهم جدا جدا، لكن احنا طبعا كنا اتكلمنا عن المناخ. اتفضل. صلى على النبي. احنا دلوقتي اول حاجة قلنا انه ايه، ازاي المرأة تقدر تعدي مرحلة ما بعد انقطاع الدورة. كان في ابحاث نزلت بتقول انه مرحلة سن اليأس وانقطاع الدورة ومفيش هرمونات ولا استروجين ولا بروجسترون، والشعر بيقع والجلد بيكرمش والعظم بيبوظ وهم شديدة، ولو كعبلت في السجادة تتكسر. ده لو كسلانة دوًا بيحصل في بعض البيوت اللي هي بقى كل حاجة كيتشن ماشين، وبعدين الست كبرت فبناتها هم اللي بيشتغلوا فكسحوها. طول ما بتريح المرأة، طول ما انت بتكسح، خلي المرأة دي تنزل وتعمل وهي تبقى كويسة جدا. انا جات لي واحدة ست كانت مدير عام، مدير عام عندها 60 سنة، طلعت معاش، ولادها اتجوزوا ومشوا، فكانت كل شهر تجي لي بقى علاج وظهري وركبي وكبد والسكر والضغط. قعدت 5 6 اشهر تجي لي بانتظام، وبعدين غابت عني 5 6 اشهر، وبعدين رجعت لي بعد كده. فانا بقول لها انت عاملة ايه مع دواء السكر والضغط والاعصاب والعظم؟ قالت لي ولا باخد ولا دواء. قلت لها ليه؟ ايه اللي حصل؟ قالت لي رحت ملجا ايتام بربي الاولاد، بروح الصبحيه الساعه 6 7 وافضل معاهم لغايه ما يناموا واروح واجي لهم وهكذا. قلت لها وبعدين؟ قالت لي انا نسيت نفسي، حسيت ان العاطفه بتاعتي رجعت تاني. في ناس كتير جدا عايشين قافلين على نفسهم بيتجرعوا الذكريات،
ولادي كانوا هنا وبياكلوا هنا وبروح معهم الدرس هنا وبنجري ورا بعض هنا وخلاص صابوني ومشيوا، بتقعد تتفرغ للمرض لازم تتكسح. فالست قالت لا انا مش هتكسح، انا هروح اربي ايتام، انا هروح انظف الجامع، انا همشي ما اروح كل يوم السوق ساعه. دي ما عندهاش هشاشه عظام. واحده تانية كانت راعت حج، وهي راعت حج ايه اللي حصل؟ كان عندها كبد وكلى وعندها مش عارف رئه وعندها تاكل عظام وعن فظيع. انا ظننت انها راحت حج انها خلاص هتموت هناك يعني، فلما رجعت رجعت صحتها حلوه قوي. فبقول لها ايه؟ قالت لي انا كنت بسعى بين الصفا والمروه نص ساعه رايح نص ساعه جاي، سبع اشواط ثلاث ساعات ونص كل يوم. قلت لها ودواء السكر؟ قالت لي ولا خدت دواء سكر ولا ضغط ولا كبد ولا اي حاجه. ورجعت غزاله عندها 30 سنه وهي عندها 70 سنه. يا جماعه ادوا للناس امل في الحياه، ربنا ادانا علاج، ربنا ادانا علاج وربنا، واحنا مش عاوزين العلاج. اي واحده اقول لها قومي امشي ساعه تقول لي لا ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش. يا حاجه ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش. طب وبعدين ايه؟ نشيلك احنا نرميكي من البلكونه؟ ايه النكد ده؟ لازم تمشي كل يوم خمس دقايق ونزود خمس دقايق، هو ربنا عايز كده. فامشوا في مناكبها وكلوا. ايها الرجال ولا كلنا؟ ها يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ها لما مدح الله السيده مريم قال لها يا مريم ايه؟ اقنوتي لربك واسجدي واركعي معه، ولا اركعي لوحدك؟ نعم البنجر. البنجر ده ماده سامه، خلي بالك معايا. احنا كنا بنحط منه حته صغيره كده على المخلل، وفي بعض الناس بيحطوا منه حته صغيره كده على عصير الرمان فيدي لك احمرار زياده عن اللازم، او الفراوله، فراوله البهتة اللي هي مش ناضجه حط عليها حته بنجر، يبقى البنجر حلو على المخلل، حلو على عصير الرمان، حلو على عصير الفراوله، ممكن تحط منه حته صغيره على الايه السلطه. اللي انا بس عايز افهمه لك ان الماده الثيانين الموجوده في البنجر لا علاقه لها بالهيموجلوبين الموجود في الدم. اوعى تفتكر ان ده احمر فايه ده احمر، يعني بس انا عايز افهمك حاجه. اذا كانت مجموعه الفيتامينات فانت لو عصرت بنجرايه وشربتها مش عايز اقول لك ممكن تموتك، فخلي بالك معايا. احنا ناخد حته بنجر صغيره على برتقانايه على جزرايه على موزاي كده يعني، يبقى نوع من التلوين الجميل. خلاص؟ لكن مش موجود في علاج الانيميا البنجر، موجود في علاج الانيميا الزبادي، في علاج الانيميا معلقه حلبه طريه، اسرع علاج، اسرع علاج للانيميا وهشاشه العظام ثلاث بلحات كل يوم في كوبايه زبادي، طبق سلطه خضراء لازم مع الاكل، اوعى تاكل من غير سلطه خضراء. وعندك كمان ايه مهم قوي؟ حته بروتين، لازم كل يوم في بيضه او حته سمك او حته فراخ. يبقى مهم جدا انك تبقى عارف ان علاج الانيميا مش بنجر. غلط والله العظيم، هيوديك في داهيه، ما ينفعش. الاوتو اميون ديزيز يبقى خطر عليه العسل لو هو عنده السكر عالي، لو عنده السكر عالي. لكن اوتو اميون ديزيز يعني عنده سكليروديرما، عنده سيستميك لوبس، عنده روماتويد، عن بالعكس العسل بالنسبه له مفيد جدا. يبقى مهم جدا جدا انك تبقى عارف ان العسل لا يضر الا اللي سكره عالي. حضرتك هيشرفنا عشان نظبط له نظام علاج. وكل يوم هو في شأن وفوق كل ذي علم عليم. والحاجات اللي كنا بنظنها زمان ملهاش علاج بيجي لنا ناس عندها ثلاسيميا وتضخم طحال وبينقل دم كل اسبوع و و بيمشي معانا على نظام بيقل الموضوع ده ضبط يعني. كل انواع الانيميا، انيميا البحر المتوسط، ثلاسيميا، مش عارف الانيميا الخبيثه، ابلاستيك انيميا، هيموليتيك انيميا، مايلويد كرونيك، كل اللوكيميز اللي تخطر على بالك حضرتك. احنا انا مقضي عمره كله الماجستير امراض دم، الدكتوراه واخدها 95 قبل ما اخش كليه الطب امراض دم، ها، ومناعه، وبعدين دخلت كليه الطب وخدت بكالوريوس طب وخدت كلينيكال باثولوجي وطبعا مناعه وامراض دم، وبعدين خدت البطنه. فاللي انا عايز اقول لك عليه ان عمري كله دم، وانت عارف الدم عمره ما كان ميه.